شبكة عباقرة التلاوة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرفع إلى الذات العالية الإلهية أطيب الحمد وأثناه، أرفع إلى الذات العلية أرفع إلى الذات العلية الإلهية أطيب الحمد وأثنى، وأصلي وأسلم وأسلم على من بث في البرية روح الحق ورايا، محمد المبعوث بالحكمة الربانية، الذي علمه الله تعالى ورباه، وعلى عترته المطهرة الزكية، وأصحابه الأئمة العذاب، أما بعد فبسم الله أقدم فصولا من القصة النبوية، قصة المولد الشريف، قصة المولد الشريف الذي باركه الله تعالى وحياه، أجلوها للمسلمين، أجلوها للمسلمين، سافرة طاهرة نقية تضيء بذكر الرسول،
تضيء بذكر الرسول. وتحيا بذكراه. وتحيا بذكراه. والله المسؤول. والله المسؤول. والله المسؤول أن يشمل الأمة المحمدية بعظيم نعمته وعميم رضاه، وأن يؤلف بينها بالألفة القوية. والله المسؤول. والله المسؤول أن يشمل الأمة المحمدية بعظيم نعمته وعميم رضاه، وأن يؤلف بينها بالألفة القوية، وأن يوردها الخير من سنة رسول الله محمد المبعوث. محمد المبعوث بالحكمة الربانية. إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى هذا الابتهال النادر من مبتهل الشيخ عبد الفتاح الزهيري الذي قدمه في احتفال الإذاعة المصرية من خلال مسجد الحسين.